شفتني اول مره ايش حسيت؟ هذا ايش بي؟ ايش ايه مخلوق ايش حس؟ تفضلت يعني اختلف كم ايش خليتك تقدر تاكل عصير؟ تفضلت اوكي طيب اللي قلت طير طير بسم الله الرحمن الرحيم. أول مرة يقسم لك الحظ. أيوة. متى وكيف كانت بداية هذه الصداقة؟ كيف تعرفت علي؟ أنا أشوف في تقريبا 2020 بعد كورونا تقريبا. أيوة. أنا لي أذكره نحن رحنا تغدينا مع بعض. أنا جيت مشلتوني من العمل سنة تغدينا في الأصبحي تقريبا صح؟ أيوة كان شاورما لك ايوه ورحنا ديت نوشن لعبنا تنس طاوله نعم للاسف رجع رحنا السكن العزبه خزننا عادي ايوه بسم الله الرحمن الرحيم احسنت بارك الله فيك دورك. بسم الله هذا كيف ما فهمت السؤال هل كان اول ايوه يعني هل انا اول صديق لك من هذه الخلفيه المختلفه يعني انا ما اسالك انا اسالك يعني انا اعتبر اول صديق لك من هذه الخلفيه المختلفه يعني مش اول صديق كان في معي اصدقاء من قبل لكن اول شخص مقرب جدا ايوه يا استحيت ايوه اوكي اخذت مصور خاص تذكر او تذكر اول انطباع عن بعض تذكر اول انطباع يعني عني و... عادي سبسه اول انطباع لا ما اذكر ايش شفتني اول مره ايش حسيت هذا ايش هو ايش ايه مخلوق ايش حس تبنك اي شيء ما ايش هو انطباع كان اول ما عرفت من عبد الله لا انا اذكر انه اول اول مره التقينا ما كانش يعني ما احس انه هذا شخص غريب كأنه شخص أعرفه من يعني زمان. ارتحت يعني. أيوة أكيد. بس هذا مش اسمه انطباع. اسمه انطباع. أيوة انطباع. مش حسيت يعني من. أي جديدة. كيف ممكن توصف صداقتنا؟ ما أدري في كم كثير شيء. لا. صداقة. أي توصف يعني أخوة. طويلة قصة. أخوة. يعني ممكن تقول أخوة. هل يس اللي بعده هل معاكم زي محدد لكل مناسبة؟ في كل مناسبة احنا زي يعني التقليدي عندنا اللي هو الثوب جنبية والشعر هذا في كل المناسبات حلو طيب ايش اكثر شيء مميز في لبسنا؟ الجنبية ليش؟ يا اخي شوف لما يدخلوا موضوع اصل لو سمعت من قبل عن موضوع الجنبيه كيف لما انبهرت وايش كان فكرتها وايش وضعها يشجعك الموضوع هذا دفاع عن النفس حتى اسلوب لبسها شكلها وجودها يعني اسباب كثير تخلينا نحس انه هي اكثر شيء مميز فيها جنبيه والله عظيم والله هل حبيت تجرب تلبس لبس انا؟ شكرا إجابة واضحة حبيبي مش عارف انا مش حافظ اسامي لبسكم اسامي غريبة لبس الحضرمي وهو لبس السوداني لا انت في اسامي عمه العمامة بالضبط وقالوا الشال العراقي الثاني الشال اللي مسوين الثوب اللي مسوين جيب هنا وجيب هنا هذا كنت معرف انه لكن هو اللي اسمه العراقي اللي هو شبه الزنا لكن يجي هنا يجي قصير شوية إذا في جيبه لي عادي خلاص ماشي اجي اشيل بس يجوز السؤال عندك ليش من سؤال بس الله يستر ايش يلبسوا عندكم في صباح العيد طيب انا هنا الان بيجي معي موضوعين اصلا انا من ثقافتين الثقافه السودانيه والثقافه الحضرميه في السودان بنلبس في معنى اللبس السوداني الرسمي يسمى بالعراقي زي ما كلمت لك اول اللي هو ثوب لكن بيجي بغير الرقبه اللي هنا بيجي مفتوح بسيط وبيجي حق الاكمام كبيره شويه وبيجي قصير شويه مع العمامه نفسها ويسموها العمامه وفي حضر الموت نلبس اللبس الحضرمي العادي مع المعوز الطبيعي هذاك والقميص ومعنا الحبوه اللي هي تلبس كذا في الكتف اللي هي تميزنا فقط لا غير
هذه عادتنا اللبس حقنا يكون دائما في الاعياد سواء كان في السودان ولا حضرموت. طيب يا ابراهيم ايش كان رايك لما شفتني اول مره بلبس شعبي؟ انا اغلب المناسبات اشوفك باللبس الشعبي الذي هو حقنا، بس مره لبس حضرمي ولا ذكرتني فيها ولا ايش كان شعورك لما شفتني لابس حضرمي لما كنت لابس المعوز والحبوه هو كان اول مره اشوفك تقريبا باللبس هذا. في البدايه كان يعني مشهد غريب علي، يعني اول مره اشوفك لابس هذا اللبس. متعود علي دائما كاجوال كلبس، كاللبس نفسه مش غريب علي، يعني قد شفت من قبل، بس انه انت كما هات تلبس اللبس هذا، انا متعود عليك دائما بالثوب الابيض وشال ولا الغتره. ولا الغتره اي ولا الغتره صح. يلا دورك. طيب ايش الزي الشعبي لاهل منطقتي؟ الاهل منطقتك انت؟ اي مش ثاني انا. قصدك الثوب اللبس الشعبي حقكم؟ اي الزنه والجنبيه والكوت. في تعز؟ في تعز ما ادري، في تعز معهم المعوز والشميز، وكمان معهم شوف على فكره حضرموت وتعز معهم شيء ثاني اللي هو الفوطه يسموها. اللي بيجي زي المعوز لكن مغلقة، يلبسوها لبس ويغلقوها مرة واحدة. هي غالبا مش غالبا الفوطة هذه بيكون للجلسات او الاماكن الغير رسمية. بالضبط المعوز للاماكن أيوة الرسمية. الرسمية بالضبط. ايوه عندنا نفس الشيء. ايوه تقريبا. طيب اجابتك ليس فوقك. جزاك الله خيرا. دقيقة. ايوه لو جاوب نفس السؤال الاجابة قال لك ايش لبس العرس عندكم؟ لا تقول لي زنة ولا ثوب ولا مدري ايش. ايش تلبس في العرس عندكم؟ شوف انت عارف انه انا عندي ثقافتين. في ثقافتين، في تعز وفي صنعاء. ويختلف لبس العرس في المنطقتين. كاسامي في صنعاء مثلا بيلبسوه يسموها الجنبيه اللي يسموها التوزه تقريبا. بعضهم توزه بعضهم يسموها بالثومه حتى. بس هذه عندنا حضرموت يسموها التوزه. هذه عندنا حضرموت يسموها اللي هي الجنبيه المنحنيه كذا شويه. وغالبا يكون تقريبا هذه ايوه في المنطقه الشماليه اكثر. ايوه هي ايوه بيكون غالبا يكون لونها اسود مع ذهبي. ايوه يسموه القبع. القبع القبع القبع. اقول انت فاهم اكثر مني يا حبيبي، انا تربيت هنا. طيب يا مهاب، هل تغيرت طريقه لبسك الشعبي مع الوقت؟ اكيد. ليش؟ اول ما بدات كنت البس يعني البس لبس شعبي، البس معوز بيضاني شميز عادي وحبوه بيضانيه واقول لهم من حضرموت كذا كبدايتي. بس بعد مع الكثره فهمت الزي الشعبي اكثر، دخلت مع ناس اكثر، بدات ادخل في الثقافه حقنا اكثر، جلسات حضرميه واشياء زي هذه بالضبط، الامور الفنيه فهمت اكثر كيف يتم موضوع اللبس الحضرمي يكون. معي مشكله اللبس مثلا السوداني بحكم انه انا تربيت صنعاء وكل حياتي في صنعاء، معي فكرة عنها بس ما فيش معي ملابس سودانية مثلا او اللبس الشعبي حقنا بحكم مثلا صعوبة وصولها لهنا او انه كيف اجيبها توصل معنا الصنعة هنا والبسها، بس بدأت افهم ثقافتها يعني هو اكيد مع كبر العمر والمتابعة اكثر وابحث عنها هنا او الاختلاط مع الثقافة نفسها اكثر هي اللي وعتني في الموضوع هذا اكثر حاجة. والسلام عليكم. السلام. اوكي اوكي اوكي. الحاجز الذي كسرت صداقتنا هو ايش الحاجز اللي كسرت صداقتنا؟ حاجز كثير. حدد حاجز. هو يعني تعرفت على مهاد كنت بتشوف مهاد هذا اوكي صاحب عبد الله الله يحفظه، كانوا اصحاب مع بعض كذا دائما وكذا، وفجأة كيف رجع انتم مهاد اصحاب مقربين جدا؟ ايش اللي هو شوف الحاجة غير المعادلة، الحاجة اللي سوت لنا كذا كونكت وخلتنا حيكون صداقتنا كذا قوية مع بعض، ان احنا بنميل للموسيقى. يس. فالموسيقى هي اللي سوت بيننا توصيل اكثر، ومنها بدأت تتكون صداقتنا بشكل اكثر. بالضبط. وهذا الشيء اللي حصل من اول يوم التقينا فيه. بالضبط. بالرغم من اختلاف ثقافتنا وكل واحد جاي من دنيا بالضبط. يس. سمايلي فيس. المخبر. لان عجبتني هذه. ما ترتيب. ارتحت له. مكتوب رجولك التفوق الدائم. طيب يا مهاد، هل تعرضت لأي انتقادات من الأهل أو المجتمع لما عرفوا إن إحنا أصدقاء؟ هو شوف الموضوع هنا ما حيكونش
يعني قد اكون واجهت بشكل بسيط بس ما حيكونش بالكثر هذاك بسبب انه انا اعتبر انه انا داخل لي هنا. يعني انا اظن مثلا الموضوع لو كان مثلا معك انت قد يكون في اختلاف بحكم انه انا داخل لي هنا وجيت لمجتمع صنعاني مثلا او ثقافته غير ثقافتي، فقد تواجه انت او اي شخص سائرني مثلا تواجه المشكله هذه. بالعكس أنا بالنسبه لي انا ما كانش في اي مشاكل ولا شيء، والحلف الموضوع هذا شوف انا بالنسبه لي ما واجهتنيش خالص الا كان يمكن بشكل بسيط، لكن مش الشيء المؤثر لهذيك الدرجه، لانه في النهايه انا كلمتك يعني مع سواء كان مع عملي او مع دراستي ولا حياتي تربيت في المجتمع هذا وثقافتي اندمجت مع ثقافته، فمحترم ثقافتي. حتى مثلا اوقات لو رحت مثلا اعراس صنعانيه ولا كذا البس لبسهم، يعني مش لازم البس اللبس الحالي اللبس الحضرمي عندهم، قدني متعود اني انغمس سواء كان ثقافه حضرميه ثقافه الصنعانيه وكذا. فطيب انت متاكد ما واجهك حد اي تنمر ولا قلق بس بتسايره؟ لا لا ابدا خالص. اوكي. هل تعتقد ان ثقافه صديقك قد اثرت بشكل ايجابي على محيطك وافراد اسرتك وكيف؟ من اي ناحيه الثقافة يعني هل أثر يعني تحس أثرت فيك بشكل إيجابي؟ يعني على محيطك حتى في مجالك وكذا؟ يعني أنت كشخص ما حسيتش لا أنا ولا في المحيط اللي حولي إنك شخص غريب، كنا نحس إنك شخص مننا فينا، يعني عن طريقك فقط تعلمت أخذت نظرة وفهمت أكثر عن خاصة في الجانب الفني. ومعروف أهل حضرموت يعني الفن كله من عندهم، خاصة أبو بكر سالم. عرفت الألوان الغنائية عندكم، الإيقاعات اللي بتستخدموها في الأغاني عندكم، واللبس الشعبي عندكم، وهذا الأكثر هذا الشيء الكثير اللي كان مؤثر معي خاصة وإحنا بنشتغل في نفس المجال. هذه حركت أنا دورك. لا تستحيش. إيش استحيش؟ موقف أهلك من صداقتنا؟ نفس الأول. ما فيش يعني، ما بالعكس كلهم يحبوك ويعزوك جدا ودائما يسألوا فين إبراهيم، ليش ما عاد بيجيش عندك، ليش ما بتعشوا الجمعة، ليش ما كذا، بالعكس كذا قاعد مننا وفينا. طيب أوكي، هل تشوف أن صداقتنا تأثرت بسبب طريقة ما بسبب اختلاف طريقة لبسنا؟ مش بطريقة لبسنا، شفنا تأثرت صداقتنا وتقوت أكثر بسبب اختلاف الفن اللي عشنا فيه. احنا أنا تربيت وعشت على فن بيستخدم ألوان غنائية صنعانية وألوان غنائية تعزية، وأنت جيت بلون غنائي جديد. يعني حتى أذكر لما جيت نخرج بالسيارة وانت مكني تفتح أحمد أمين أغاني سودانية يا حبيبي. يعني أكيد ما اختلفنا. بس حتى تعلمت لهجة من الكلام في بعض الكلمات في لهجتكم. ايوه فهمك. وحتى كمان نصل الموضوع موضوع اختلاف الثقافات ساعد في موضوع ان احنا كيف التعلم هذا خلانا كمان نقرب بعض اكثر. انه مثلا انا مثلا على مستوى حتى المأكولات صنعاني وش زي هذه، انت تعرف اكثر مني، جلستنا مع بعض تعلمنا من بعض، اظن هذا الشيء ساعدنا نتقرب اكثر من بعض. بالضبط، يعني الاختلاف كان مهم هنا. كيف خليتك تقدر تاكل عصيد؟ اوكي. جيد جدا يا شاطر. الاول اختار الاول بس. ايوه هو قدوه اللي ارتاح له. كيف ممكن انه الواحد يعتبر اختلاف الازياء الشعبيه ميزه؟ طيب شوف، هنا موضوع اختلاف الازياء الشعبيه هو قد يكون ميزه الواحد لما يبحث مثلا. مثلا اجيبك مثال فيني وفيك، مثلا انا من صنعاء وانا من حضرموت مثلا. متى انا حفتخر بحق الفن او حق مثلا اللبس مثلا واشياء زي هذه؟ لما اعرف كيف ظهر، كيف تكون. يعني اجي افهم مثلا الان اعرف انه مثلا احنا في حضرموت معنا موضوع الحبوه. طيب في مناطق حضرموت يلبسوا الحبوه من اليمين لليسار، اوكي، في مناطق يلبسوها من اليسار لليمين. يعني مثلا من الاشياء اللي خلتني اعرف الفرق مثلا يقول لك من اليمين لليسار يلبسوها لما كانوا يتحملوا فيها اشياء ثقيله، من اليسار لليمين لما تكون حري او تكون مثلا في عرس وتكون في مكان تتعامل فيه مع ناس عشان لما تسلم عليهم اشياء زي هذه ما تسقط منك الحبوه. فمثلا من الاشياء المعروفه مثلا كمان سموها منه مثلا الحبو، كذلك من الاشياء اللي هي لما يجلسوا مثلا ويربع رجله يطرحها في رجله عشان تمسك فيه. فالاشياء هذه الصغيره، التفاصيل الصغيره هذه لو بحثنا عنها او عرفنا كيف ظهرت ازياءنا حتفرق كثير معنا. يعني حتخلي مثلا انا الان بموضوع الحبوه هذه بفتخر قدام الكل اقول لهم انا حلبسها يمين لانه ايش حتحمل حاجه، حلبسها يسار لانه انا مثلا ايش اسلم مع ناس كثير. فتخيل لو الموضوع هذا تم مع كل مكان، مثلا عندكم مثلا يجي في الشمال موضوع الجنبيه، في معي الجنبيه حقها الجيب اللي يجي كذا، وفي الجنبيه اللي حقها الجيب يسموها الثومه، ليش هذه جت كذا وليش هذه جت كذا؟ لو عرفنا الفوارق هذه اظن حتساعد كثير انه تخلي كل واحد يتفاخر بحق الازياء الشعبيه.
وسلامتكم. السلام عليكم. سلام عليكم. لسانك. طيب آخر سؤال ومكتوب في الورقة، وفقك الله. آمين. طيب ما هي المناسبة اللي ما تشوف نفسك إلا تلبس لبسكم الشعبي فيها وليش؟ يعني الناس بقى دائما كل ما تروح لها لازم تلبس اللبس الشعبي، وليش تلبسه؟ الأعرس. يعني بكل عرس أروحه أحس إنه لازم ما يتم. ليش ما تروح مثلا يوم تروح كذا مثلا بنطلون وهذا؟ هناك يعني كمجتمع وكثقافة الكل بيلبس الزي الشعبي المناسب لهذه المناسبة، فهذا كلبس يعني كبنطلون جرام كذا هو شيء دخيل، يعني ما هو شيء غلط، بس وهذا شيء له مناسباته له أماكنه، زي ما في العمل ما ينفعش تلبس ثوب جنبية. صح. في الأعراس أحس إنه مش صح إنك تدخل بشكل يعني يكون شكلك نشاز، كأنك خارج عن اللبس المناسب لهذه المناسبة. غير أظن كمان شوف الأعراس أحس إنه الواحد لما يروح، يعني أنت الآن لو أقول لك إبراهيم تعال نخرج نتعشى حتلبس ثوب جنبية بتخرج عادي، لكن لو تروح عرس مكوم لبس كذا يعني تحس إنه في موضوع مفاخرة، تروح تتفاخر فيه توريهم شوف هذا لبسي هذا أنا هذا. بالضبط. بالضبط. كمل اللي عندي باخر اللي عندك. آخر سؤال صح. الله يسر. طيب يا ما. لو تزوجت من منطقة غير منطقتك طلبوا منك تلبس اللبس يعني تلبس لبس منطقتهم تقبل؟ بالنسبة لي عادي، يعني أوكي أنا أفتخر باللبس الحضرمي، يعني مثلاً اللي يعرفوني كل ما يشوفني أروح جلسة ولا حاجة زي كذا دائماً ألبس لبس الحضرمي، بقبل من باب إنه أنا أحس أوكي أنا مثلاً تزوجت من عندهم اندمجت معهم، أحس إنه أنا أشتئ ألبس عشان أعيش جوهم أفهم حقهم ثقافتهم أكثر، لما افهم ثقافتهم بالذات ان احنا كل واحد من ثقافه ثانيه حيساعدنا الموضوع اكثر ان احنا نفهم بعض، يعني حتى على مستوى احنا في اليمن هنا معانا موضوع العادات والتقاليد، يعني موضوع اللبس هو يدخل في موضوع العادات والتقاليد، فاعرف حتى كيف مثلا يعني اللبس هذا حيساعدني في اشياء كثير معاهم، غير انهم حتى حيحسوا انه انا قدني متقبلهم وهم متقبليني قد احنا مع بعض نفس الاسره ونفس كذا. والسؤال موجه لك كمان نفس الموضوع، لو تزوجت من عندنا الحضرمات مثلا حتلبس حبوه؟ اكيد البس. حتتحمل فيها شيء عادي بدينين؟ اتحمل فيها اشياء لانه زي ما قلت أنت أنا هذه زي الرسائل أو بتجيب رسالة بطريقة غير مباشرة إنه أنا مستعد ومتقبل الثقافة اللي عندكم واشتي أنخرط في مجتمعكم في ثقافتكم بحيث إني أكون بحيث إني أفهم عنها أكثر وأندمج أكثر وما أحس نفسي غريب. بالضبط. طيب شوفي عزيزي أظن كان موضوع جلسة حبوبة عفوية فهمت فيها عن موضوع ثقافتكم أكثر، لا تشوفي ليش كذا لو سمحت. ايوه كده تمام. فاظن انه كده كفي، قد سالت الخيرات وسالت الخيرات فتحنا ورق خيرات وخلينا عباره خيرات كثير جدا. اظن أن اتمنى لك التوفيق. ايوه فاذا اتمنى لك التوفيق وممكن نمشي، ايش رايك؟ جزاك الله خير. يكفي يا ابني، اتمنى لك التوفيق وشيء نيه. وفقك الله. خلاص وفقك الله حبيبي. يلا نفكر حبيبي يلا.